السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم أو صباحكم على حسب ما بينزل الفيديو إن شاء الله. النهاردة جايلكم بتلات أعشاب رخيصة التمن تقدر إن أنت تحمي نفسك وأولادك وعائلتك في ظل الظروف اللي احنا فيها. تلات أنواع من الأعشاب بيرفعوا كفاءة الجهاز المناعي عندك. معانا توم ومعانا زنجبيل ومعانا كركم، هنتكلم عن فايدة كل واحد منهم. ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة فضلا منك وليس أمركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم أول حاجة عن التوم. التوم بيعتبر محافظ طبيعي جدا للجهاز المناعي في الجسم، كمان بيعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي. التوم بيحتوي على مضادات لبكتيريا ومضادات فطريات ومضادات فيروسات طبيعية، كمان بيحتوي على عنصر أساسي اللي هو مادة الأليسين اللي بتساعد على قتل البكتيريا المسببة للعدوى. بالإضافة لده طبعا التوم غني بفيتامين سي وفيتامين ب6 وغني ببعض المعادن والمغنيسيوم. وكمان التوم بشكل عام بيرفع قدرة الجهاز المناعي في الجسم 3 أضعاف، يعني لو كلنا من فص الاثنين في اليوم هيكون عائد كويس جدا جدا وحماية من أمراض كتيرة جدا جدا. طب خلينا أنبهكم نقطة، لو احنا خدنا فص التوم سليم على معدة فاضية فانت بتستفادي من مادة الأليسين، تمام، لكن لو انت كسرت الفص وأكلتيه بلعتيه فانت كده هيطلعلك مادة تانية اسمها الأهوئين، فدي مادة بتعمل على حاجة وده على حاجة. كمان معانا هنا الكركم. الكركم من مضادات طبيعية، غني بمضادات الأكسدة، بيعمل على تحسين الجهاز المناعي بشكل كبير جدا جدا. كمان لو زي ما انتوا عارفين ان مضادات الأكسدة بتعمل على إبطال مفعول أي إشعاعات ممكن تدخل الجسم، فبالتالي بيحسن من وظائف الجهاز المناعي عندنا. يعني لو خدنا كل يوم كوباية واحدة بس خليط من اللبن والكركم يوميا، يعني كوباية حليب على ربع كوباية من الكركم ونغلوهم سوا ونشربهم، هيعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي عندك. كمان الزنجبيل. الزنجبيل يعتبر هو والثوم والكركم صيدلية متكاملة عندك في البيت، لأن الزنجبيل ممتاز جدا جدا لرفع الجهاز المناعي في الجسم، كمان بيساعد على تخلص من السموم المتراكمة. أي سموم بتخش الجسم عن طريق تحضير شاي الزنجبيل بتقدر ان انت تتخلص منه. كمان بيحسن الدورة الدموية، يعني كوباية كل يوم عن طريق معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية بتسيبيه يتفاعل 10 دقايق، ممكن جدا تعصري على نص ليمونة، ممكن تضيفي لي القليل من العسل، يعني على حسب ما انت عايزة. وبكده بتضمني ان انت طول فترة الفيروسات انت جسمك المناعي قوي انت واولادك. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد وان شاء الله يفكوا وينال اعجابكم. ولو بيعجبكم مصفحتي بشكل عام ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.